مرحبا البنات، كي صبحتوا اليوم؟ لاباس؟ كلشي بخير؟ لاباس عليكم. اليوم غنشارك معكم واحد لاسيوس ديال الديكوراسيون، ياك تصبروا معايا نشرب قهوه ديالي ديال الصباح ونشاركها معكم. خليكم معايا. مرحبا بكم. شكون بغا يشرب معايا؟ شكون اللي مبلي بالقهوه ديال العشرة ديال الصباح بحالي؟ عشرة الصباح يعني الفطور مع السبعة ونص وكافي مع العشرة على العشرة ونص. كما قلت لكم بالنسبه لاصوص اللي قلت لكم هي ديال الصبابط. بريبار يا اما كيشريو دوك المجوره ديال الصبابط اللي كتكون الكاريتي ديالهم عيانه ودغيا كيخسروا وما كيهزوش الصبابط ديال الدار كلها. سينو كيترموا تحت شي دروج، سينو كيترموا تحت شي ناموسيه، سينو كيترموا في شي كرياز ديال شي شرجه. شفنا الناس، شفت صحاباتي وشفت الناس كلشي كيفاش كيديروا. سينو كاين اللي كيبني بلاكار، كيبنيه في شي حيط. وهذه هي الفكره اللي قلت لكم، هي هذه الفكره. ها هي كتبان لكم مرايه، اوكي، مرايه في الحيط، ما هي من الداخل راها بلاكار. فوالا يا صبابط. تاجيرات محيتها من البلاكار ديال من الدوش. الدوش هي من شحيتها. فوالا بالنسبه للبنات اللي غادي يسولوا على لا تكنيك، ياك كيفاش غادي يديروا ليه، والفكره سهله. غتشوفوا الكوان نتوما اللي تقدروا تستغناو عليه، تقدروا تستغناو عليه باش انكم تستغلوه ديروا فيه الصبابط ولا السيكان ولا الكتب ولا الماعن اللي ما كتستعملوش بزاف ولا ولا ولا. عطى الله البلايص اللي كنبغوا نحطوا فيهم شي حاجه ونساوها ولا نحطوا فيهم شي حاجه ونستغلوها، وهو كيكون غير ضايع عندنا في الدار غتختاروه. البني كيجي كيدير لكم حيط موراه كيبنيه لكم كيقادو، النجار كيجي كيدير لكم الطاجيرات ويدير لكم الباب، وملزاج يدير لكم المرايه. تخيل.